هاي الاكل كتير سهل، 3 مكونات وبتكون جاهزه. طحين الذره عنا، طحين الذره مش الذره، طحين الذره. عنا هاي الجبنه الخاصه بالمهلمه، وعنا زبده. اليوم الوصفه من تقديم الشيف الحاج ام علي. شو رح تطبخي لنا اليوم؟ مهلبه. صعب الله. عنا هاي الجبنه، اول شيء شو رح تعملي بالجبنه؟ بدنا نقطع هلا الجبنه شرحات. هلا بدنا نحط الزبده. هلا بنتركها تدوب على نار خفيفه. هلا وجه بنضلنا نقلبها لتعمل رغوه بيضه على وجه. شفتوا الرغوه كيف صار لونها فاتح؟ هلا بننزل المي، بنضلنا نخفيها. هلا سمكيت وراح نحط الجبنه، ضلنا نقلبها بسرعة حتى تذوب الجبنة. هون نطلع على النار رح تندب، هذا شيء طبيعي لأنه جبنة. بس قبل شوي شوفوا ما شاء الله كيف تصير، بس يعني درجة تعدل حرارتها، مش باردة إنه بس تعدل حرارتها. شوفوا الخبزة هيك، ولصحة.